وكمان في برضو دراسة بتقول انه مهم جدا ان انت اول يوم ترجع فيه في الشغل علشان تفصل او ان انت ما تبقاش مكتئب زيادة عن اللزوم، ممكن بعد ميعاد شغلك ما تخلص ان انت تروح مثلا تقابل صحابك، ان انت تدخل سينما، ان انت تعمل حاجة مختلفة تخرج نفسك اللي هو ايه، انت ما بتقطعهاش مرة واحدة، انا بقطعها بالتدريج، انه حتى بالزبط. يوم شغل بس انا عندي حاجة ممكن اعملها ان انا اتبسط بيها تاني. كمان في حاجة تانية، عشان انا بحب المزيكا، احنا ممكن نسمع مزيكا نغني مش كده وانت رايح في الشغل. استنى بس، انت واقعيين بس ولا انت واقعيين؟ يا واحده بتقول لك بعد ما انا رايحه الشغل بشغل مزيكا هنا بنعمل ايه يعني؟ الناس بتشوف بتشوف لا لا لا، وعلى فكره بعد الشغل طبيعي جدا يعني لازم نخرج، انا ده العادي. انت ممكن علشان وضعك مختلف شويه او انت مضغوط طول الاسبوع شغل فما بتبقاش قادر ان انت تعمل ده. ما تسمعش مزيكا وانت رايح الشغل؟ انا نفسي اعرف. هو بيتكلم على الخروج. بس يا حسام بانك، واحده بتقول بعد ما تخلص شغلك روح سينما واسهر مع اصحابك واتبسط، مش اسهر اخرج شويه، اخرج شويه يا سيدي، روح اتغدى معاهم اتعشى معاهم، وانا بشوفهم في الشغل واشوفهم بره الشغل. مش لازم صحاب الشغل يا حسام. احنا مش بنتكلم عن زمايلك اللي انت ما بتحبهمش، انا بتكلم عن صحابك. لا انا اوعي. خلاص يبقى احنا نعمل ايه؟ يبقى احنا نسمع مزيكا قبل ما نروح الشغل، وبعد كده نروح نشتغل، وبعد كده نخرج مع اصحابنا بعد الشغل علشان نبقى فريش والحياه تبقى لذيذه. طب اتفضل انت قول الحل كده. لا انا ما عنديش. لا في كمان حاجه ثانيه، تشرب ميه كتير وانت في الشغل، لازم تشرب ميه ساعه كتير. كمان احنا داخلين على فصل صيف طبعا بعد رمضان، يا جماعه اشربوا ميه بعد الفطار كتير عشان تعوضوا طبعا الجفاف. انا بتكلم في الايام العاديه اشربوا ميه كتير وانتوا في الشغل. كمان في حاجه تانية مهمه، مين هيقولها؟ ايه؟ عايز تقول؟ مش عايز تقول؟ طيب علشان انا هضحك اول ما تقولوها. انا هقولها لك بشكل يا سيدي عشان انت راجل عملي شويه، فهقولها لك. مهم جدا يا جماعه ان احنا اول يوم شغل نكون مقسمين الحاجات اللي علينا من الاسهل للاصعب. عندنا مثلا تاسك معين ان احنا هنعمله، فبنحدد له وقت ان هو هيخلص في الوقت كذا، ونبدا بالحاجات السهله عشان ما نتقفلش من اول اليوم، وبعد كده ندخل في الاصعب. حلو الحل ده؟ ده حل لذيذ وبراكتيكال. طيب في حل تاني يا حسام نقول لك برضو؟ ارجوك. نقول لك عليه، ان انت زمايلك اللزاز يبقوا جنبك بتضحكوا طول الوقت، بتهزروا بتفرفشوا بتلعبوا. والله وانتوا جوه الشغل.